لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نزلنا في تفسير وفوائد خاتمة سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ذكرنا جملة من فوائد ومصالح مرور الدعوة بمرحلة القلة والضعف والاستضعاف التي من أجلها قدر الله سبحانه على أنبيائه ورسله أن لا يؤمن أكثر الناس، ولو حرص النبي عليه الصلاة والسلام وحرص الأنبياء. كان آخر ما ذكرنا هو أن يوقن الداعي أن نجاح الدعوة ليس لفصاحته ولا لبلاغته ولا حسن أسلوبه ولا لشدة حرصه، فلن يكون في ذلك في شيء من ذلك أشد من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا مماثلا له، بل ولا قريبا منه. ومع شدة حرصه صلى الله عليه وسلم واجتهاده وكمال عبوديته مرت الدعوة بهذه المرحلة ولم يؤمن أكثر الناس، ولم يهدي النبي صلى الله عليه وسلم من أحب. فليوقن الداعي بذلك، وليشهد فقره وعجزه عن هداية الناس. فإذا اهتدى على يديه أحد فلا يقل لنفسه ولا لغيره: أنا الذي دعوت، أنا الذي علمت، أنا الذي ربيت، أنا الذي صبرت وضحيت. فهذا باب فساد خطير في قلب الداعي وقصده، وهو بداية العجب ثم الكبر والمن على الخلق ثم التناقض ثم التنافس على الدنيا باسم الدين والحقد والحسد، نعوذ بالله من ذلك. هذا الذي سبق شرحه. أقول: ومرور الدعوة بمرحلة القلة والضعف يغلق هذا الباب، لأنك كنت ولفترة طويلة لا تملك شيئا لنصرة دعوتك ودينك، بل تطلب النصر من الله. فمن أين تقول أنا الذي صنعت؟ لأن المؤمن يتذكر هذه المرحلة ويتذكر حاله فيها من ضعف القوة وقلة الحيلة والهوان على الناس، وأنه لم يكن بيده ساعتها أن يغير هذا الواقع، بل لو كان له أن يغير كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما عندي أن أمره أن يقول الناس: ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، الله أعلم بالظالمين. أنت لا تستطيع أن تقضي الأمر بينك وبين المخالفين للرسل من الكفرة، فضلا عن الظلمة أو المنافقين أو الفاسقين والمفسدين داخل المجتمعات المسلمة. أنت لا تستطيع أن تحسم الأمر ولا تقضيه، ولذلك فمن أين تقول أنك الذي نصرت؟ لم يكن بيده ساعة مرور الدعوة بمرحلة القلة والذلة والضعف أن يغير هذا الواقع، ولا حتى يعلم متى يتغير. وقل للذين لا يؤمنون: اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. إلى متى؟ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، لا ندري متى. نصبر إلى أن يأتي أمر الله، حتى يأتي وعد الله،
سبحانه وتعالى. ولله غيب السماوات والأرض لا يعلم ذلك إلا الله. نوقم نصرة الدين، ولكن متى؟ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، لا إلينا ولا إلى أعدائنا. ظهور الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار ليس بيد أهل الليل ولا أهل النهار. يعني أهل الليل إما عباد وإما فجار وفسق وفجر، وأهل النهار أهل العمل، لا يملكون منع الليل وقدومه، ولا يملك أهل الليل استمرار الليل وظلمته. الكل بيد الله، إليه وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. مهمتنا العبادة والتوكل على الله، وما الله بغافل عما تعملون. لم يكن بيده ساعتها، ساعة الضعف والقلة، أن يغير هذا الواقع، ولا حتى يعلم متى يتغير، وإن كان موقنا بوعد الله. إلا إنه لا يدري أيكم إنه لا يدري أيكون مولودا على ظهر الأرض ساعة يتغير، أم يكون قد رحل عنها. يعني ممكن النصر ده يأتي بعد ما نرحل إحنا، ممكن بعد ما ترحل أجيال كاملة ويأتي النصر بعد ذلك. فالرسل الكرام نصروا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. معروف أن المؤمنين من زمن طويل في دعوة المسيح عليه السلام 6 قرون أكثرها استضعاف وقلة قليلة جدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني إذن ما كانوش ظاهرين لانتهاض الإمبراطورية الرومانية أكثر من 3 قرون الوثنية. قسطنطين دخل في النصرانية كان بداية التغير. لما حصل التغير ده اختلفوا جدا من الذي يكون على الحق. جمع 2000 وشوية من الرهبان والأحبار عبر العالم، واجتمعوا في نيقية في الدولة البيزنطية عشان يقرروا ما هي العقيدة المسيحية، وما هي طبيعة المسيح، وما هو يعني الاعتقاد الصحيح في الله عز وجل. ف 310 فقط هم اللي قرروا من 2000 وشوية، يعني يكونوا قد إيه، هم قرروا العقيدة الأخيرة دي التي سموها قانون الإيمان المسيحي، اللي فيها اعتقاد بالتثليث بين الأب والابن والروح القدس. فأهل الإيمان الموحدين، مع أنه كانوا لغاية ذلك الوقت في المسيحية هم الأكثر، بس ما كانش لهم سلطة، لأن الدولة البيزنطية كانت مضطهدة شديدة الاضطهاد 3 قرون وزيادة لأتباع المسيح. فلما جه قسطنطين نصر عقيدة الشرك والوثنية، نصر عقيدة التثليث، وأن المسيح هو الله، وأنه نزل في صورة الأقنوم الثاني في الأرض، ولد من مريم العذراء، وصلب في عهد بيلاطس الروماني من أجلنا، ويؤمنون بالروح القدس إله معبود ومسجود له وممدد. القانون ده هو الذي نشر في العالم على أنه دين المسيح. طب ما كيف أيدنا الذين آمنوا على عدوهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ عقيدة المسيح الحقيقية ما انتشرتش إلا بإيه؟ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. عند اليهود ما ثبتت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة عيسى صلى الله عليه وسلم إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال عبد الله ورسوله. ونفت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الأسباب التي بنى عليها اليهود كفرهم بالمسيح، لأن اليهود كانوا كافرين بالمسيح عشان مصلوب، وعندهم أن كل مصلوب ملعون، وعندهم أن اللي بيدعي أنه الإله ملعون. فعشان كده قالوا الأقاويل في عيسى وأمه، فبرأ الله مريم وبرأ الله عيسى وأبطل دعوى الصلب التي كانت تستوجب على عهدهم القديم اللعن. كيف ظهر دين موسى ودين عيسى؟ بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ظهر بدين محمد. فبنقول بعد كم قرن من الزمان ظهر التوحيد الذي كان هو دين الحواريين، والذي كان دين أتباع موسى صلى الله عليه وسلم، بعد قرون طويلة
فإذا نحن لا ندري هل نكون موجودين على ظهر الأرض ساعة تغير الواقع الذي فتح الله به المدينة بالقرآن مصعب بن عمير، قتل في غزوة أحد ولم يرى ولم يشهد ما رامت وتطلعت إليه نفسه من ظهور الإسلام في العالم من خلال الدعوة في المدينة. سبحان الله، مات قبل أن يقطف شيئا من ثمرته، مات وليس هناك ما يكفن به إلا بردة، إذا غطي بها رأسه ظهرت قدماه، وإذا غطوا قدميه ظهر رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها رأسه وأن يجعلوا على رجليه من الإذخر. شوفوا الحال اللي وصل فيه، وهو كان من أشد الشبان طرفا في مكة وضحى بذلك كله. يبقى ما تبقاش أحلامك اللي انت عمال تحلم بيها إن أنا حبقى زعيم في الأمة، حبقى ماسك وزارة، ماسك محافظة، إقليم من الأقاليم، أنا حبقى رئيس البلد، انسى الموضوع ده. الأحلام دي هي التي تخرج أمراض القلوب. انت ممكن تموت قبل ما تشهد نصرة الدين وظهور الإسلام الذي على الأرض كما وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي أظهر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، ووعد الله هو لمجموع الطائفة المؤمنة. عشان ما يجيش يقولوا طب فين وعد ربنا بالنصر، هو أنت موعود بشخصك؟ لا، ده هذا يكون منه ما شاء الله أن يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ثم يتم تماما في آخر الزمان. وليس أنك شخصيا موعود بأن تشهد النصر والظهور دائما، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة عندما قالت له قد ظننت أن عندما علمت قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك يكون تاما. يعني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هيتم كل الأديان هتخضع، فقال يكون من ذلك ما شاء الله أن يكون. فيعني إذن لا، يعني إنما يتم تماما في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم عندما تصبح الملة واحدة. فوعد الله لمجموع الطائفة المؤمنة، ولا يلزم أن يدرك أحدها ذلك في حياتهم، بل بالقطع يسقط الكثيرون شهداء في الطريق قبل الوصول، ويطرد أناس من أوطانهم ويؤذون في سبيل الله، كما قال ربنا عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هاجروا ليه؟ لو كان بلادهم هي التي ظهر فيها الإسلام ما كانش هاجروا منها، لكن لأن بلدهم دي ما ظهرش فيها الإسلام، وبعضهم قد يقتل في سبيل الله ويؤذى في سبيل الله. بالقطع سيسقط الكثيرون شهداء في الطريق قبل الوصول، فإذا تذكر المؤمن ذلك لم يغتر بعمله ولا بعلمه ولا بدعوته ولا بجهاده. فكانت هذه المرحلة من أهم وأنفع المراحل للدعوة والداعي. وفي قوله تعالى ولو حرصت، بيان لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقد دلت أدلة كثيرة على شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على ذلك، على إيمان أكثر الناس، مثل قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي مهلك نفسك. شوفوا شدة حرص الرسول صلى الله عليه وسلم وهمه وقلقه أن لا يؤمنوا، لا يكاد يهلك نفسه. وقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني ينهاه الله النفس ستذهب من شدة الحسرة، يعني ينهاه عن ذلك، إنه من يعني لا تمت نفسك حسرة عليهم. سبحان الله. وقوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أو فإن يعني من كتب عليه الضلال، أو إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى
من يضل. أنت تريد هدايتهم لن يهدوا. لماذا؟ لأن الله كتب الضلال على القراءتين. إن تحرص على هداهم، فالرسول حرص على هداهم، ولكن إن الله لا يهدى من يضل، أو إن الله لا يهدي من قدر عليه أزلا الضلال، وما لهم من ناصرين. وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. كأن الرسول بيتمنى لازم تؤمنوا، لازم تؤمنوا، شدة الحرص. وهذا مما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الله ومعلم الناس الخير، وهو أن يكون حريصا على هداية الناس. صفة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ربنا نهى عنه مش الحرص ده، اللي نهى عنه هو يهلك نفسه، أنه يتحسر حتى تذهب نفسه. مما ينبغي الحرص بقى، مما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الله ومعلم الناس الخير، وهو أن يكون حريصا على هداية الناس. فهدفه الأول أن يهتدي الناس وأن يعرفوا ربهم ويحبوه، وهو يحرص على ذلك لأنه المأمور به شرعا، حتى ولو كان يعلم أن القدر قد مضى بغير ذلك. فالحرص على هداية الخلق امتثال للشرع، ولكن شهود القدر يمنع الإحباط واليأس والحزن والكآبة. الناس تبقى عندها إحباط عشان ما حققناش اللي احنا عايزينه. احنا مطلوب من احنا نتمنى الإصلاح، نحن نرجو الإصلاح ونحرص على الإصلاح ونبذل كل جهد ليهتدي الناس، ولكن اعرف ان الكلام ده مش هيحصل. انت مأمور تعمل بده في وسط الجو ده، انت مأمور تعمل بالحرص على هداية الخلق في وسط من يفسد فيها ويسفك الدماء. احنا علينا نعمل. اما شهود القدر ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ده يهون عليك، يجعلك لا تحبط. ده بقدر ربنا، هو الذي شاء ذلك. ولا يحصل يأس ولا يحصل كآبة، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. لماذا؟ لأن هذه الأمراض التي إذا وقعت في نفس الداعي أقعدته عن العمل، مفيش فايدة خلاص. هم بيعملوا اللي هم عايزينه، هم اللي بيقصونا، هم اللي بيطردونا، ومع ذلك انت عليك تعمل. هذه الأمراض إذا وقعت في نفس الداعي أقعدته عن العمل وأبطلت دعوته وسعيه، فعليه أن يبلغ الحق، وليس عليه أن يهتدي الناس. عليه أن يحرص على هداية الخلق، وإذا رأى غير ذلك علم أن من ورائه حكمة بالغة ومصالح باهرة يحمد الرب عليها، فله الحمد على كل حال ولا يحمد على مكروه سواه. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نقول هنا في نقطة مهمة جدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرصه على الهداية لا على الانتقام، لأن البعض من شدة الضغط والأذى الذي يتعرض له يبقى أحلام اليقظة بتاعته والحرص على ان احنا ايه عايزين ننتقم اليوم اللي هيجي عشان نعلقهم على اعواد المشانق، اليوم اللي هنذبحهم فيه، اليوم اللي انت عمال تحلم بايه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان علامه حرصه على الانتقام ممن اذى ولا على هدايه الخلق. هي دي القضيه المهمه جدا. احنا قضيه العقوبه ربنا اولا قال وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ورغب في الصبر، فقال ولئن صبرتم له خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإحنا مش قضيتنا إن إحنا عايزين ننتقم من الناس أو نعاقبهم بمثل ما
يعني آذونا به، لا، وطن حرصك على أن يكون في هداية الخلق لا في الانتقام من الكفار والظالمين والمجرمين وأعداء الدين. هذا هو الذي يحرص عليه المؤمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.